إذا مشاهدينا الكرام، ينضم الآن معنا عبر الهاتف عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر. دع معك عضو اللجنة المالية جمال كوجر. لا تزال أزمة الرواتب مستمرة إلى الآن، أنتم كلجنة مالية، ما هو موقفكم من هذه الأزمة ومتى ستنتهي وتصرف مستحقات الموظفين؟ طبعا قضية الرواتب، مشكلة الرواتب هذه مسؤولية الجهاز التنفيذي حصريا. الحكومة هي المكلفة بتوفير وتأمين الرواتب، مجلس النواب عليه تشريع القوانين. ما يعني يضغط عليه الحكومة، يضغط على مجلس النواب بالإسراع في التشريعات، هذا قضية غير سليمة، لأنه التشريعات يجب أن تمر ب سياقاتها القانونية أولا، يعني تأخذ نضوجها الكامل لا نندم عليها في المستقبل القريب. نعم. وإذا كانت للحكومة عجز في السيولة، فمجلس النواب أعطاهم الصلاحية، هم لديهم صلاحيتين. صلاحية عندما لا تكون هناك قانون للموازنة، بمعنى إعطاء غطاء قانوني للصرف في الدولة العراقية، أعطيناهم صلاحية الصرف 1/12، وعندما يحتاجون إلى اقتراض مؤقت فلوزير المالية صلاحية إصدار أذنات الخزينة التي عبارة عن اقتراض مؤقت من يوم إلى 90 يوم، قابل للتمديد إلى 180 يوم، يستطيع أن يعني يسد به العجز الموجود في أو النقص الموجود في رواتب الموظفين، حيث قالوا لنا بأنهم لديهم 4.5 تريليون ويحتاجون إلى 1.5 تريليون لسد رواتب هذا الشهر. بالتالي وزير المالية لديه صلاحيات، نحن لا ندري لماذا لا يستخدم صلاحيته مثل ما استخدمها في الشهر التاسع.